انه حتى على مستوى الحكومي لم يعد هناك دعم للجامعة الفلسطينية. في كل دول العالم اللي بتحترم التعليم وتحترم البحث العلمي هناك جزء من البادجت بنحط لتنمية التعليم والبحث العلمي. لما انت تشوف انه هناك صفر مبلغ مخصص للجامعة الفلسطينية هذه انا بسميها مأساة في المجتمع الفلسطيني. فشكرا لكل المؤسسات الداعمة، شكرا للمؤسسات اللي زي الـ SSF اللي بتخلينا نستمر في جامعاتنا ولا نعاني من الأزمات المالية، وحاليا على القليلة على القليلة الجامعات الفلسطينية أصبحت تغطي مصاريفها على القليلة، لا تغطي البنية التحتية. فالبنية التحتية إذا بدك تبني مبنى زي هاي القاعة الجميلة اللي احنا قاعدين فيها بدك تروح تجيب فلوس من برا. فأنا بقول إنه احنا شكرا لهذه المؤسسات الداعمة، شكرا لكل أعضاء الـ BSSF، لأنه أنا اللي بعرفه عنهم كمان كل حركاتهم على ومصروفهم من أنفسهم. يعني لما بجمعوا على سبيل المثال 100,000 دولار، ال100,000 دولار بيروحوا دعم للطلاب، ما بيصرفوا أوفرهيد، ما بيصرفوا على حالهم تذكرة الطيارة، ما بيصرفوا مصاريف المواصلات ومصاريف أخرى، وهذا يشكروا عليه. أنا لا أطيل لأنه كثير من الزملاء غطوا نفس الفكرة، ولكن إحنا كشعب فلسطيني شعب حي ننمو، نستطيع تنمية المجتمع الفلسطيني، نستطيع بناء، نريد أن نبني دولة، وهذه الدولة فقط تبنى بليدرز زيكم. وشكرا لكم. شكرا لكم دكتور نبيل للتفكير. تحدثنا عن أن الشعب الفلسطيني شعب يعشق التعلم والتعليم ويرى فيه تغيير لمستقبله. نود أن نستمع لتجربة جامعة الخليل في تأثير المنح المقدمة على التلاحم الفلسطيني واستمرار العملية التعليمية في جامعة الخليل. بسم الله الرحمن الرحيم، أنقل لكم تحيات جامعة الخليل وأتقدم بالشكر الجزيل لجامعة النجاح الوطنية، هذا الصرح الوطني الأصيل، على استضافته لهذا المؤتمر الهام، وكل الشكر والتقدير لصندوق دعم الطالب الفلسطيني على ما يقدموه من دعم لطلبتنا في الجامعات الفلسطينية. وإن دل هذا الشيء إنما يدل على حب الخير، على العمل الريادي. أنا يعني بدي أطلق عليه هذا عمل ريادي لدعم صمود طلبتنا ولدعم الشعب الفلسطيني. لا شك إنه هذه المنح ساعدت يعني العديد من الطلبة في الجامعات الفلسطينية ومنهم في جامعة الخليل، وكان لها الأثر الكبير على هؤلاء الطلبة وعلى عائلاتهم. طبعاً جامعة الخليل يعني تأسست عام 1971 وبدأت ب 34 طالب وطالبة. اليوم الجامعة يعني تضم في كلياتنا المختلفة 10,000 طالب وطالبة. تقدم الجامعة حوالي 3,000 ل3,000 طالب وطالبة مساعدات، سواء عبر المنح أو عبر المساعدات أو القروض، يعني نتحدث عن حوالي 35 إلى 40%، إلا أنه هذا يشكل عبء كبير على الجامعة في ظل الظروف اللي إحنا نعرفها جميعاً، ظروف الاقتصادية الصعبة، عدم وجود دعم خارجي، وأيضاً عدم وجود دعم حكومي للجامعة.